صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم من جديد. اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين خبر الكلب الذي أصيب بفيروس كورونا. الكثير من الناس علقت إيجابا وسلبا، لكن هناك سؤال يتوشح وسائل التواصل الاجتماعي: هل فعليا الحيوانات تنقل الفيروس إلى البشر أم العكس؟ لي نعرف التفاصيل عبر الهاتف. معنا الدكتورة البيطرية دكتورة ديما المومني، وهي مختصة بالحيوانات الأليفة. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، كيف حالك؟ أهلا وسهلا دكتورة. طبعا هذا الموضوع هو فعليا يؤثر على اللي عندهم حيوانات أليفة بالبيت بشكل مباشر، وأيضا علينا في تعاملنا مع الحيوانات. ما هي الحقيقة العلمية؟ هل فعلا الكلاب أو الحيوانات الأليفة تنقل فيروس كورونا إلى البشر؟ هلا في اكثر من بحث واكثر من تقرير تم عمله عشان يتاكدوا من انه الحيوانات الاليفه بتنقل فيروس كورونا للانسان او لا. في تقرير تحدث ب 28/8/2020، يعني قبل شهر تقريبا، حكى انه حول العالم بس تسجل 17 كلب و25 قطه عزلوا فيروس كورونا منهم. هلا كونهم عزلوا الفيروس منهم ما بيعني انه هم مصدر عدوى للبشر، ولكن هذا الكلام بيعني انه الفيروس هو اللي وصل لهم عن طريق البشر، لانه نسبتهم كثير قليله بالنسبه لكميه البشر حول العالم اللي معديه بفيروس كورونا. تمام. في برضه مختبرين ابحاث في امريكا جمعوا الاف العينات من قطط الكلاب حول العالم، من كندا، امريكا، اكثر من دوله باوروبا، ومن كوريا الشماليه. هذول العينات عملوا لهم فحص بي سي ار، كانت نتيجتهم سلبيه بالنسبه لوجود فيروس كورونا COVID-19 بهدول الحيوانات. فهذا الإشي بيعني إنه كمية الفيروسات اللي موجودة في الحيوانات الأليفة شبه مش موجودة، يعني بالنسبة لعدد البشر اللي مصابين بهذا الفيروس. يعني نحن مبدئيا منأكد إنه بحسب التقارير العلمية إنه الحيوان هو ليس مصدر نقل للعدوى. أبدا ولا شوي. طيب عشان يتأكدوا من هذا الحكي عملوا بالمختبر، جابوا أكثر من نوع حيوانات في مختبرات في أمريكا وحقنوهم بفيروس كورونا. تمام. اكتشفوا إنه الفئران، الخنازير، الدجاج والبط تماما ما بيصيبهم فيروس كورونا وما بيتكاثر في أجسامهم، لأنه مستقبل الأيس 2 اللي هو بيرتبط عليه فيروس كورونا مش موجود عند هذول الحيوانات. طيب دكتورة، هم يعني هلا الحيوانات تم حقنهم، تم التأكد انهم مش مصدر عدوى للبشر. هذا بالنسبة للفئران والخنازير والدجاج والبط. تمام. فقط. هلا بالنسبة للكلاب نسبة اصابتها كانت قليلة جدا، ممكن انها تنقل لكلاب اخرى بس بنسبة جدا جدا قليلة. نعم. اكثر حيوانات تم تكاثر الفيروس فيهم، وهذا الاشي بالمختبر ما عم نحكي بالطبيعة، هي القطط والهامستر. ممكن انها تصاب اكثر من الكلاب، ولكنها ما نقلت الفيروس ولا لبني ادم، بس نقلت لحيوانات من نفس فصيلتها. طيب دكتورة، يعني لربما كلامك مطمئن بعض الشيء، تحديدا للي عندهم حيوانات أليفة في المنزل، لكن ما تأثيرنا نحن كبشر على الحيوانات الأليفة في حال كان هناك بعض الإصابة لمثلا أهل البيت بالفيروس؟ بالضبط. هلا لما يكون في عندنا حدا بالبيت شخصناه وتاكدنا انه عنده فيروس كورونا، المفروض نعزله اصلا عن باقي اصحاب البيت ونعزله عن الحيوانات الاليفه اللي موجوده جوا البيت عشان احنا ما ننقل العدوى لهم. يعني رح نعامل الحيوان الاليف كانه فرد من افراد المنزل، والشخص اللي مصاب في البيت المفروض نعزله اصلا زي ما عزلناه عن باقي اصحاب البيت، نعزله عن الحيوان الاليف اللي موجود عندنا في البيت. يعني نحن ممكن ننقل العدوى للحيوانات، أما بالعكس لا. طيب الحديث إذن في بداية الجائحة إنه هذا الفيروس هو بسبب سوق الحيوانات في ووهان، وإنه نحن انتقللنا الفيروس أصلا من حيوانات بهذا، يعني بهذه الدراسات قديش دقيقة إذن إنه الفيروس هو تم نقله عبر حيوانات؟ هلا الشيء اللي صار بوهان هو عبارة عن خفاش. تمام. ولسه لهلا برضه مش متاكدين انه هذا الخفاش. ليش؟ لانهم اخذوا عينه من الخفافيش واكتشفوا انه في موجود جين واحد مشابه بهدول الخفافيش بالفيروس كورونا اللي عم بيصيب الانسان. بس لسه لهلا ما عندهم معلومات دقيقه 100% انه الخفاش هو اللي نقل، بس هاي كلها فرضيات موجوده. نعم. طيب دكتورة، بالنسبة برضو عودة للحيوانات الأليفة الموجودة دائما في المنازل،
كيف بنقدر نعمل اجراءات وقايه ايضا للكلاب بعدم تعرضهم لفيروس كورونا؟ وما بعرف اذا في عندك اي احصائيات او ارقام بتقول انه اصابه الحيوان بفيروس كورونا هل هو مميت ام غير مميت ايضا؟ هلا اغلبيه الحيوانات اللي انصابت مختبريا ومش مختبريا بفيروس كورونا ما ظهر عليها اعراض، واللي ظهر عليها اعراض ظهر عليها اعراض خفيفه. هلا الدراسات بتحكي انه هاي الاعراض الخفيفه ممكن تكون لوجود فيروسات اخرى موجوده عند الحيوانات، مش بالضرورة أن الأعراض تكون بسبب وجود فيروس كورونا عند هدول الحيوانات. بالحقيقة هو حالتين لنمرين وأسد موجودين في أمريكا انصابوا بفيروس كورونا، وهم عدوا من عامل موجود في حديقة الحيوانات، والأسد والنمرين والأسد برضه انشفوا من الفيروس، بس كانت عليهم أعراض كثير خفيفة، أعراض تنفسية. بالأخير طابوا وانشفوا يعني من الفيروس. طيب دكتورة، آخر إشي فيما يخص موضوع إنه نحن كيف نتعامل مع الحيوانات، ولربما أيضا إنه نحن بناكل بعض الحيوانات لربما الخروف الأبقار وإلى آخره، هدول الحيوانات اللي نحن بناكلهم يمكن بعد الطبخ قبل الطبخ، ما بعرف، احكي لنا قد ايه انه ممكن او ما هي نسبة انتقال الفيروس ان كان احد الحيوانات مصاب فيهم للإنسان عن طريق الطعام؟ هلا حيوانات المزرعه ما في ولا اي بحث انعمل بياكد انه حيوانات المزرعه بيكون موجود فيروس كورونا عندها، والشيء الوحيد اللي عرفناه انه الخنازير والدجاج والبط ما بيتكاثر ولا اصلا بيعيش جوا اجسام هاي الحيوانات. هلا بالنسبه للابقار والاغنام والماعز ما في ولا اي معلومه عن هدول الحيوانات بشكل عام، بس هلا عشان الحيطه والحذر اذا بنتعامل مع اشياء ممكن انه احنا نتناولها كطعام في البيت، مفروض مثلا نلبس كفوف، نطبخها بطريقه مضبوطه، نحفظها اذا كانت بعدها نيه بعيد عن باقي الاكل اللي ممكن ناكله ني، يكون محفوظ بالثلاجه او بالفريزر. اذا الدكتوره ديما المومري وهي طبيبه بيطريه كانت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لاتصالك ولوجودك معنا. اذا ربما نحن قدرنا نعرف انه الحيوانات الأليفة هي ليست مصدر للعدوى، لربما نحن البشر قد نكون أكثر خطر عليها. بدنا ندير بالنا بنفس الوقت على حالنا، ندير بالنا على صحتنا، على التعقيم، وأيضا بدنا نحاول نكون على قدر عالي من الوعي بأن لا نختلط كثيرا بالحيوانات الأليفة الموجودة في المنزل في حال كان هناك أي اشتباه بإصابة. بعد الفاصل نريد أن نتحدث أكثر عن الكثير من العادات الاجتماعية التي لربما تغيرت في مجتمعنا تحديداً بعد ما صار في عنا أخبار كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي عن امرأة تتخلى عن أطفالها. لماذا؟ ما هي التحولات الاجتماعية التي حصلت؟ كل هذا في أصل الحكاية بعد الفاصل، خليكم معنا.